رقم 88 بيقول لي لاعبون الاجانب يسمح بقيد عدد 3 لاعبين كحد اقصى في كل نادي. النادي الاهلي عنده جون انطوي وكلوبالي وعلي معلول واجاي. عادي عادي يا اتحاد، عادي يا فاسدين. تاني، النادي الاهلي مع احترامنا ليه نادي عريق ونادي كبير ونادي طبعا هرم من الاهرامات الرياضيه. كلوبالي ده مش اجنبي، اجاي ده مش اجنبي، جون انطوي ده مش اجنبي، علي معلول واجاي جون انطوي الرابع مين اسمه؟ كلوبالي. مش دول اجانب؟ ولا اسمه الحاج محمد كلوبالي؟ ولا الحاج سيد جون انطوي؟ في اتحاد الكوره دول فاسدين. ادي اللائحه بتاعتهم ايه؟ كل ده رايح للمحكمه الرياضيه. انت بتقول لي اي 3 اجانب ده اي 4. انت بتقول لي مفيش استبدال في بدايه الموسم، عملت استبدال رغم ان جميع العموميه. وعندنا لاعب كلنا شفناه اللي خد 3 انذارات عشان يتوقف. دي اللائحه بتاعتهم. ولعب الماتش اللي بعد كده وعادي. عادي يا حازم يا امام. لانهم عندهم رجاله بيدافعوا باطل وحق. جوه مش يا مامي، لا انا ماليش دعوه، انا مش مندوب. امال احنا وقفنا معاك ليه؟ ايوه وقفنا معاك.